هنروح لأول منشط معانا من الدستور. صحف ووكالات أنباء عربية تبرز مطالبة الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط. أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض حول الأوضاع في غزة، ومطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم. أستاذ محمد، بنتكلم عن قمة عربية إسلامية مشتركة أقيمت في الرياض، وقمة في غاية الأهمية لأنها حضرها 57 دولة. مهمة جدا حضور هذه الدول في التأثير في القضية الفلسطينية، وأيضا منظمات عالمية، وكان في حضور هام جدا من الدولة المصرية وبالأخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة في غاية الأهمية. شايف إزاي تصريحات السيد الرئيس أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض؟ الحقيقة أن المملكة العربية السعودية كانت لها رؤية فقط في ضرورة عقد هذه القمة العربية الإسلامية لجمع أكبر قدر من هذه الدول من أجل صياغة بيان مشترك يعبر عن رؤية هذه الدول حيال القضية الفلسطينية، و يعني للتنجيد بممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة، خاصة مع سقوط عدد كبير جدا من المدنيين كشهداء منهم النساء والأطفال خلال الفترة الماضية. وعلى مدار شهر كامل لم تستجب إسرائيل إلى النداءات العربية ولا الدولية بوقف هذه الحرب والإبادة الجماعية التي تفعلها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فيما يتعلق بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها في الحقيقة كانت كلمة متوازنة بشكل كبير جدا، عبرت عن تطلعات كل الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التأكيد على ضرورة أو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 طبقا للقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وطبقا لمبدأ حل الدولتين الذي تبناه مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب. وبالتالي الرئيس السيسي أكد على ما سبق التأكيد عليه، بالإضافة إلى إدانة هذا الاحتلال والممارسات الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين.